السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله، أسأل الله تعالى أن تكونوا جميعا بخير. نستكمل اليوم سلسلة آية استوقفتني. الحقيقة كالعادة موضوع مهم، وأحاول أن أختار المواضيع التي تمس كل واحد منا، موضوع الزواج. لماذا هناك مشاكل العنوسة؟ يتأخر الزواج، وعندما يأتي هذا الزواج يحدث بعده الطلاق، نسبة تصل أحيانا 40% 50%. لماذا كثير من الأزواج حياتهم منغصة؟ طيب دعوني أستمع معكم لهذه الآية الكريمة ونحاول أن نستكشف مواطن الخلل في حياتنا. أين الخلل؟ أين يكمن الخلل؟ لأن هذه الآية التي سنقرأها الآن عكس ما نراه اليوم تماما. انظر معي أخي الحبيب، في سورة الروم الله سبحانه وتعالى في عدة آيات قال: ومن آياته. دائما عندما تسمع كلمة آيات اصرف ذهنك باتجاه المعجزات العظيمة، الأشياء التي تستحق التفكر طويلا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أول ملاحظة هنا، لماذا قال من أنفسكم؟ لم يقل ومن آياته أن خلق لكم أزواجا، لماذا من أنفسكم؟ هنا يوجد توجيه إلهي لك أيها الزوج، يقول لك اعتبر هذه الزوجة هي جزء منك، لا تعتبرها كائن آخر، كائن غريب، كائن منفصل عنك. لا، يجب أن تنظر لهذه الزوجة على أنك أنت وهي أصبحتما قطعة واحدة. يجب أن تتحمل مهما حدث، يعني هذا ضعه في ذهنك، ضع هذه القاعدة، اعتبرها كأنها نفسك، كأنها جزء منك. لا تفكر بالطلاق أو بالانفصال أو بالفراق لا أبدا، ولا تجعل دماغك يفكر بهذه الطريقة أبدا. مهما كان هناك مساوئ وعيوب وأشياء تكرهها، يجب أن تتحمل. المشكلة كثير من الأزواج الذين لا تستمر حياتهم هي هذه المشكلة، هو لا ينظر إليها أنها جزء منه، فلذلك دائما يفكر في أي مشكلة يتكلم عليها بسوء، أو هي طبعا قول الرجل المرأة أيضا، أو هي تتكلم عليه بسوء. فلو أن الرجل والمرأة اعتبر كل واحد منهما أن الطرف الآخر هو جزء منه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذه ستعالج المشاكل بنسبة 50-60% فقط، أن تضع في ذهنك هذه الفكرة. الآن فكر معي، لماذا قال تعالى ومن آياته، يعني من معجزاته؟ كيف ننظر إلى هذه الجزئية هنا؟ بمجرد أن تمت عملية الزواج اعتبر أن هناك معجزة حصلت معك. بالفعل كل عملية زواج هي معجزة، هي آية من آيات، والمتحدث هنا هو الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. بمجرد أن وجدت أن هذه الزوجة، بما أن الزواج تم، اعتبر أنه حصلت معجزة من الله. هذا الأمر سيجعلك تكرم زوجتك كثيرا، وتراها يعني تختلف نظرتك تماما إليها، على أن هناك معجزة عندك في البيت. ثم عبارة من أنفسكم، يعني يجب أن تعتقد أن الله قدر عليك هذا الزواج. أكثر مشاكل الطلاق تجد أن الزوج أو الزوجة يقول أحدهما: ليتني لم أختر هذا، اخترت هذه أو اخترت تلك أو اخترت هذا، إلى آخره. يجب أن تعتقد أن الزواج مقدر عليك، ترتاح نفسيا، لأن الله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ما معنى ذلك؟ يعني زوجتي خلقها الله وخلقني قبل أن يخلق الكون، في علمه، هو مكتوب عنده. هذه المرأة التي عندك مكتوبة عند الله، فلا تنظر إليها على أنها كائن منفصل عنك وكائن غريب دخل إلى حياتك، يعني في أي لحظة تنفصل عنه. لا، اعتبر أن هناك معجزة حصلت ومن آياته، وأن هذه الزوجة هي قطعة منك، وأنها مقدرة عليك بغض النظر أحببت أم كرهت. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هنا إذا حققت هذه الأشياء التي قلناها تحدث عملية السكون لتسكنوا إليها. كيف يسكن الإنسان لإنسانة وهو يعتقد أنها منفصلة عنه؟ يجب أن يعتقد أنها خلقت منه هو، من نفسه هو،
يجب أن يعتقد أن الله هو الذي أكرمه بها، يجب أن يعتقد أن هذا الزواج هو معجزة حقيقية، ومن آياته، من معجزاته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فكلمة لتسكنوا هنا يجب أن تنظر إلى الزوجة أنها هي بيتك، هي المكان الذي ترتاح فيه. الإنسان أحيانا، كثير من الناس غير مرتاح في بيتي، ولكن قليل جدا من يقول أنا سأغادر هذا البيت لأنني غير مرتاح فيه، يكيف نفسه مع هذا البيت. لاحظت أخي الحبيب، يعني كلمة لتسكنوا إليها فيها معاني عميقة جدا. كل هذه الكلمات ليقول لك أيها الزوج تمسك بهذه الزوجة مهما حصل. هذه النظرة إذا تميزت بها، صدقني ستختفي مشاكل الطلاق. هناك مشاكل ولكن لن تصل إلى درجة الطلاق، لأن الفكرة أبعدتها عن دماغك، ولأنك اعتبرت أن هذه الزوجة هي سكون لك، هدوء، استقرار، راحة نفسية لتسكنوا إليها. فحتى يتحقق هذا السكون، يجب أن تنظر إلى هذه المرأة أو هذا الزواج أنه معجزة من الله وكرم من الله، وأن هذه الزوجة هي جزء منك، هي أمر كتبه الله، سمح به الله سبحانه وتعالى، فهنا يحدث هذا السكون لتسكنوا إليها. الآن بعد هذه المراحل، بعد أن حدث السكون، المودة والرحمة هذا عمل إلهي ليس عملك. لست أنت من يخلق المودة والرحمة. لماذا؟ لأن الله يقول وجعل هو وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل، كما أنه خلق زوجتك، وكما أنه بمعجزة زوجك إياها وكتبها عليك وخلقها من نفسك، مكتوبة لك. فأنت إذا حققت شرط السكن إليها والفرح برؤيتها، واعتبرت أنها هي الاستقرار، ستجد أن الله سيجعل بينكما المودة والرحمة حيث لا تحتسب. فإذا ما حققت هذه الأشياء فعلا تحصل معجزة، ولكن تحتاج إلى من يتفكر هذه المعجزة. لذلك ختم الآية بقوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لماذا لآيات لم يقل لآية، مع أنه الزواج آية، يعني معجزة؟ لأن كل شيء في الزواج آية، الاستقرار آية، عندما يأتيك هذا الطفل آية، معجزة، يأتي بمعجزة إلهية. لو درست مراحل خلق الجنين وكيف يخلق من خلية واحدة، تصور خلية هي النطفة، النطفة المذكرة والنطفة المؤنثة هي بويضة المرأة، تلتقيان عبارة عن خليتين يشكلان خلية واحدة اسمها الخلية الأمشاج. هذه الخلية خلال 9 أشهر تتحول إلى 100,000,000,000,000 خلية. كيف حدث ذلك؟ معجزة. هذه إحدى المعجزات. عندما يحدث الاستقرار بينكما هذا معجزة. إذن أنا لدي هنا في هذه الآية عدد كبير من المعجزات. لذلك قال إن في ذلك لآيات، آيات كثيرة، معجزات كثيرة، ولكن لمن؟ لقوم يتفكرون. فنحتاج أن نفكر أخي الحبيب بهذه الآيات، نحتاج أن نستغل هذا الوقت القصير من حياتنا، ما تبقى من حياتنا، نستمتع في بيوتنا، نلغي هذه المشاكل، نؤجلها، نريد أن نعيش هذه اللحظات المتبقية، لأن العمر قصير، مهما عشت هو قصير بمقياس يوم القيامة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني حتى لو عشت 1,000 سنة بالنسبة لله هو يوم، يعني لا شيء. وبالتالي أنت إذا عشت 50 سنة أو 60 سنة مع هذه الزوجة، يعني ساعات محدودة أو أقل من ساعة إذا قمت بعملية حساب يعني. فالمهم أخي الحبيب، أنا أختم وأقول دائما كل من لديه مشكلة في بيته أرجو أن يفهم هذه الآية بهذه الطريقة، والله سيرتاح جدا، وسيدرك أن الله عز وجل سيكتب له كل ثانية صبر بها على زوجته له أجر فيها، والزوجة التي تصبر على زوجها كل ثانية بل أقل لها أجر، لأن الميزان يوم القيامة بالذرة يتعامل، ميزان الله يتعامل بالذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.